تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7585 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1075 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغ 6002 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4688 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 50644 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9527 قضية تموينية متنوعة، من بينها 143 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1058 اسطوانة، وضبط 10 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 92042 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9040 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 9525 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 68 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 723 طن سلع غذائية متنوعة و13440 عبوة زيت طعام. كما تم ضبط 248 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 1415 طن سلع غذائية متنوعة و67253 عبوة سلع غذائية و1200 لتر زيت طعام. وفي مجال ضبط قضايا حجب مواد البناء، تم ضبط 141 طن أسمنت و5035 طن حديد تسليح، إضافة إلى 314 طن أسمنت و369 طن حديد تسليح في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 279,868 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 44,196 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3935 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 229 سائقا منهم. كما تم المرور على 232 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 995 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية الحالات. كما تم فحص 944 حافلة مدارس، تبين مخالفة 22 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 522 سيارة و71 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 14,725 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 586 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83,426 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية المحصلة في هذه القضايا بلغت 61,944,106 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية،
ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 195 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و101 قضية في مجال جرائم المطبوعات، بمضبوطات بلغت 29150 كتب بتصريح تداول منتهي وملازم وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 155 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 147 مليون و363 ألفا و372 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2056 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,376,227 مليون و227 ألف جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,372,866 جنيها.